جرت مراسم تنكيس علم الامم المتحده بمقر منظمه الامم المتحده بمدينه نيويورك وذلك حدادا على وفاه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رحمه الله حيث اعرب المتحدث الرسمي لمعالي السيد انطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحده عن تعازيه بوفاه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه معبرا عن حزنه العميق بتلقي نبا وفاه الفقيد الراحل مشيرا الى السجل التاريخي ودور سموه في المسيره التنمويه الشامله والنهضه التي تشهدها مملكه البحرين